السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم تم تفعيل مفاعلات إنتاج الطحالب في البحر المفتوح. زي ما شايفين المنظومة، ما أدري إذا كان واضح جوا، لكن بحاول أجيبها من مكان آخر بيوضح لنا أكثر إيش اللي قاعد. احاول اصورها من جهه ثانيه ممكن تبان معانا اوضح. هذا كان صورتها، اذا واضحه ولا لا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Today we have new experiment. We need to mix two type of إليجيا. Its name إليجيا or إليجيا؟ ألجي اللي هي الطحالب. This is citracel, my friend. This is citracel. What's the name of this? This is Texua. This, I'm looking for the English name. One moment. طيب، هو الآن بيبحث عن اسمها بالإنجليزية. طبعًا إحنا نقول لكم إيش الفرق. هذه تتراسيل أنت تستخدم في تغذية الأسماك. تم اختارها في داخل معمل. وهذه إلى الآن لم تستخدم في إطعام الأسماك، ولكن فيها خصائص كثيرة ممتازة. وبنشوف إذا ممكن احنا نهجن الفصيلتين هذه مع بعض تعطينا نوع فصيلة جديدة، بحيث إنه يكون لها إنتاجية أكثر للفات أسيد اللي هو الزيوت العطرية أو الزيوت الطيارة، وبسرعة إنتاج التتراسيل. من هنا نقدر نحصل على البايو فيول. مهندس عاصم، مهندس عاصم، احنا الان ان شاء الله اليوم التجربه معانا المهندس عاصم، مركز الابحاث، المركز الوطني لابحاث الثروه السمكيه، والخبير الصيني هذا دييغو. طبعا احنا الان طورنا عمليه المفاعلات في انتاج الطحالب مثل ما تكون داخل المعامل، سويناها في البحر المفتوح. هذه من ابتكار المركز، الفريق البحث اللي مشارك معانا. طبعا ان شاء الله حنجرب التتراسيل في في المفاعل رقم واحد، وحنجرب الخليط اللي سويناه في المفاعل رقم 2. الان حنوقف التصوير وحنرجع لكم ان شاء الله بعد ما نعرف اسم هذه الطحالب. الآن بدأنا مرحلة معالجة التربة البحرية وزراعتها بالمحاصيل اللي حنذكرها إن شاء الله. حنزرع في ذاك الحوض الرز الأسود الأندونوس النادر، حنزرع البرسيم الحجازي، حنزرع الذرة أو تشكل الأعلاف، وهناك حنزرع رز بوكاس. الآن لازم يتم أمر الأحواض بالماء عشان تبدأ عملية التجربة. بالنسبة لزون 2 نفس النظام، بنعالج بدون معالجة، بنروي بمياه البحر. يلا يلا حط اللي في يدك وعبي مكان ثاني. حنروي بمياه البحر بدون معالجة، والتربة أيضا بدون معالجة. حنجرب نفس البذور اللي هنا، حنجربها هنا كمان، هناك هنا، وحتكون في مقارنة بين التو جرين هاوس، بين زون 2 وبين زون 3. هذا زون 2، الزراعة في موية البحر بدون معالجة، والتربة أيضا بدون معالجة، نفس الأصناف اللي زرعناها في زون 3. هنا برسيم حجازي، هناك أعلاف مشكلة، هنا الرز الأسود الأندلسي. خلاص محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم زراعة هذه المنطقة قبل تقريبا أسبوع باستخدام مياه البحر.
وتربة البحر مع استخدام سماد البلاك رويال كورس 4 مرات في الشهر. الآن هذه المرة الثانية حنشغله اليوم. والمواكسد يستخدم واحدة مرة لمعالجة الأرض. وشايف ما شاء الله في شوية بوادر انبات. زي ما احنا شايفين انا شايف في اشياء احنا شايفين الانبات ما شاء الله في انبات. انا حبدا نشغلها وحنوريكم ان شاء الله في بقية حتطلع. طبعا هنا قسم الاعلاف، هناك الرز الاسود. بدأنا الري الآن، طبعا احنا هنا ما احنا زارعين شيء بس ان شاء الله حنزرع. هناك زرعنا البرسيم، هنا الرز الأسود الأندلسي، هناك تشكيلة أعلاف حنذكرها لاحقا. الآن المرة الري، المرة الأولى عملنا ري لما زرعنا البذور، وهذه المرة الثانية الآن بعد 5 أيام أو بعد أسبوع خلينا نقول. وكذا صار جدول الري 4 مرات في الشهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم إخواني المتابعين. تم تجهيز الآن الأحواض العايمة لزراعة المنجروف. هذا الحوض فتحات دي اللي احنا شايفينها 10 سنتي في 3 سنتي. هذه طبعا بعض الفتحات، مو فتحات، اللي هي زي الهبوط عملناه بخصوص ان احنا نعمل لما نحط الاسمده تثبت على هذا الاحواض العايمه. اول تجربه تصير في العالم زراعه المنجروف باستخدام الاحواض العايمه وتسميدها في وسط البحر زي ما سوينا هناك في الحوض هذاك. ان شاء الله انه بس يكون واضح معانا اكثر. حما فيكم بالتجربة كاملة إن شاء الله. هذا الحمد لله تم الانتهاء من الفلتر الفخاري لنظام التبريد. مسامات خزان علوي. استنى ان شاء الله عشان نبدا عمليه ان شاء الله التجارب يوم غد وحول الله تعالى. نظام تبريد الالومنيوم هذا كمان شغال. توصل المويه بعد هي توزيعها زي الناس.